هذا البرنامج يقدم لكم من طرف MDGS. السلام عليكم لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم داير مع السي عبد الله فركوس في مراكش، غنمشي نتريني انا و... اي هي 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 ها هو السي عبد الله جا المعلم بادي كيتريني. انا قلت راسي راه جيت انا الاول. انت تبارك الله عليك جيتي بديتي كتريني كاع، ساليتي وقيلة؟ لا لا مازال يلاه تنسرح لك. بسم الله. لا لا هذا خصني نتوقد معاه. المهم نتلاقى بكم من بعد باش نقول لكم كيفاش دازت لا سيونس. تبارك الله سي عبد الله كتسرح ليا، يعني ساليتي لا سيونس ديالك. ساليت لكم مزيان هذا طويل. ما عندي ما نقول. شنو ديالنا القياس ماشي بحالك انت. ياك؟ انت تبارك الله نطري من الصباح للعشية. لا لا مرة في النهار. الناس ما كيعرفوش بأنه سي عبد الله فركوس راه بطل قديم في رياضة الجودو. 86 86 كنتي لعبتي بطولة المغرب، بطل المغرب. ومن بعد كيفاش القضية علاقة سي عبد الله بالسبور؟ شوية البشكليتها شوية ديال تنجيدا وتنجر شي نص ساعة بعض المرات في لاصال، والبشكليتها تقريبا واحد 3 مرات في الأسبوع. مزيان. الصباح للصباح. مزيان مزيان الله يعطيك الصحة. تتمشى شوية. شوف أنا فرحان اليوم لأنه هذا حلم ديالي غادي يتحقق اليوم، غنتريني مع عبد الله فركوس الحديد. مع فركوس ما كانش يسحب ليا غنديرو حصة غنخدمو فيها الجسم كامل. الماضي الرياضي ديال با فركوس باقي واقف معاه، دار كاع التمارين. سبيري سبيري شويه هاكو، برافو زيد ناف اجيت سبيري. في هاد لا سيونس غنحاولو نقيسو لو كور كامل. خدمنا دابا السنة. ارتاح ليا ها؟ ارتاح ليا شويه. لا مرتاح انا، ياك انت جيتي تاكل ليا في التفاح. لا كلت راه كلت راه كبير صافي راك مشارجي. ترينيت انا واحد نص ساعة. لا ايوا هذيك هي التسخينات. احسن حاجه ما درتي زربت تاكل التفاح. باقي 10 ديال الدقائق ونساليو والسي فركوس باقي مرتاح. خاصك تجي تبريباري معايا. نبريباري معاك. لا لا كان عندي مدرب بحالك. 6 غنوصل للعالميه. 7 اتقلتي عليا سي عبد الله انت ولا شارج. لا راه حط الساندويتش ديالي وصافي. انا خويا نعم ايديز عصراتك هادي كاينه المعلم كاين. الله يعطيك الصحة. بخير الحمد لله. انا استمتعت معك في هذه الحصة. درنا حصة ديال لا ميسكولاسيون، حاولنا اننا نقيسوا شوية شوية شوية. ايوا وتجرب لي التنانيت والزحمة وعبرت لك التونسيون. والتونسيون عندك ممتاز. انا موجود انا لك. تبارك الله عليك. شي لعيبة ما تكسريش عليا. لا نمشيو دقة دقة. هكاك الله يعطيك الصحة. مرحبا زي هشام. الحلقة ديالنا اليوم مع السي عبد الله فركوس في الميسكولاسيون. ايه الميسكولاسيون مع عبد الله فركوس سالات. ما تنساوش نتحركوا. MDGS نربحوا الرياضة.